هذا المشروع هو أحد مبادرات التحول 2020 واللي تهدف الخطوط السعودية من خلالها لمواكبة تطلعات ضيوفنا الكرام من خلال تحديث أسطول السعودية وتزويده بأقصى درجات الراحة بدءا من تطوير المقصورة من الداخل بتزويد الطائرات على سبيل المثال الطائرة اللي بنصدد الحديث عنها طراز 320 والمخصص لخدمة محطات أوروبا. لقد حرصنا في برامج التحديث على أن يتم تجديد محيط الضيف ونقاط التفاعل من حوله وتفاصيل تجربته مما سيجعلها مماثلة لتجربة السعودية على الطائرات الأحدث. التأكد من سير مراحل المشروع بكفاءة ونجاح يجري فريق الصيانة اجتماعات تحضيرية بشكل دوري مع كافة الجهات المعنية قبل وأثناء جميع مراحل التنفيذ، ويشرف فريق الصيانة من الشركة السعودية لهندسة صناعة الطيران بشكل كامل إلى أن يتم تحديث مقصورة الطائرة ليقوم بعدها بإجراء جميع الاختبارات اللازمة للأنظمة المحدثة قبل استلام الطائرة. كما طورت السعودية استراتيجيتها على طائراتها ذات الممر الواحد من خلال تحسين تجربة المسافر عبر تقديم مقاعد كهربائية في درجة الأعمال تنفرد بمقدار 180 درجة ومجهزة بكافة وسائل الراحة، بالإضافة إلى توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمقعد من مساحات تخزينية لاستخدام الضيوف إلى منافذ الطاقة لشحن الأجهزة الشخصية، بالإضافة إلى زيادة مساحات الجلوس في مقاعد الدرجة السياحية وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة للمسافر، وكذلك تزويدها بنظام ترفيه مزودة بأكثر من 11 ألف ساعة من مختلف البرامج الترفيهية. هذه الطائرة ستكون بمثابة المنتج اللي نطمح لتوفيره في جميع المحطات اللي نسافر إليها يعني مستقبلا وكذلك في الحاضر.